وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني عماد أبو الروس. أهلا ومرحبا بك أستاذ عماد. بداية، كيف تقرؤون إخراج القوات الصهيونية للمصلين من المسجد الأقصى ومنعهم الاعتكاف فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتلال الإسرائيلي يحاول دائما طمس مدينة القدس من إسلاميتها، يعني ضمن سياسة التهويد الإسرائيلي. شهدنا سابقا معركة البوابات مع الفلسطينيين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضا معركة باب الرحمة. الاحتلال الإسرائيلي بالأمس حاول إخراج المصلين من المسجد الأقصى بضمن السياسة المتعارف عليها بأن لا يتواجد أي فلسطيني من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك. لكن يحق للفلسطينيين البقاء في المسجد الأقصى لإقامة شعائر التراويح وما بعد ذلك قيام الليل، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبعد الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال عن المسجد الأقصى، ويحاول التقليص تواجد هؤلاء الفلسطينيين. حتى الأمر لا يتوقف إلى هنا، يعني منذ ما يقارب يعني منذ عام 1967 هناك عملية إبعاد عن منطقة القدس بالكامل من مقدسيين، ما يقارب 11,000 فلسطيني تم إبعادهم عن المسجد الأقصى عن منطقة القدس وتم ترحيلهم. هناك العشرات من المقدسيين من ضمنهم حراس المسجد الأقصى يوجد لديهم أحكام إبعاد عن دخول مسجد الأقصى أو منطقة القدس المحتلة كما شاهدنا سابقا. هناك محاربة للأوقاف الإسلامية في منطقة القدس المحتلة. يعني بالتحديد يعني هناك انتهاك واضح تجاه الفلسطينيين في منطقة القدس المحتلة. طيب. وتزايدت بشكل جلي وبشكل واضح ما بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. يعني هل تتفق مع الرأي أن القدس المحتلة هي عاصمة دولة إسرائيل؟ نعم. هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن هذه الانتهاكات مرتبطة بما يسمى بصفقة القرن المزمع الإعلان عليها بعد شهر رمضان المبارك كما أعلن جاريد كوشنر؟ لا، أنا أقول العكس، بأن صفقة القرن مرتبطة بمحاولة فرض الرؤية الإسرائيلية على الواقع الفلسطيني. يعني نحن نتحدث منذ ما يقارب أكثر من 10 سنوات وبلدية القدس تتحدث عن مشروع القدس الكبرى. يعني كانت هناك العديد من الانتهاكات من خلال ترحيل فلسطينيين أو هدم منازل الفلسطينيين وتضييق بشكل أكبر وبشكل أوسع على الفلسطينيين. الآن صفقة القرن عندما أتت وفق الرؤية الإسرائيلية، وفق الرؤية يعني وفق الواقع الإسرائيلي الذي يعني رسمه داخل القدس المحتلة، ليعلن الرئيس الأمريكي عن مبادرة خطة التسوية ما تعرف إعلاميا صفقة القرن. صفقة القرن جاءت في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة القدس المحتلة في ظل التوغل في منطقة بالتحديد القدس الشرقية. تقريبا يعني نحن نتحدث عن سيادة فلسطينية بحدود 4% في منطقة القدس الشرقية، لا نتحدث عن القدس الكبرى بشكل كامل. حتى هناك تضييق بشكل واسع، يعني حتى أن القدس الشرقية أصبحت الآن محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية بشكل كامل. يعني هناك غرس للواقع الذي تريده إسرائيل ليتم الاعتراف عليه دوليا، وصفقة القرن تأتي في ذلك السياق في سياق ترسيم هذا الواقع بشكل بشكل دولي وبشكل رسمي. كان معنا من إسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني عماد أبو الروس، شكرا جزيلا لك.